الشمس والبدر في كفيك لو نزلت، ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جبار. قبل البعثة النبوية زاد حب القبائل العربية أكثر في عبادة الأصنام، وزاد أكثر حب أهل قريش للأصنام وحمايتها، وكانت كل قبيلة من قبائل العرب لها أصنامها، ولكل قبيلة من قبائل العرب موقع خاص لأصنامها. واهتمام قريش بهذه الأصنام هو حسب المبلغ الذي يدفعه أصحاب الآلهة من القبائل، لذلك كان الأمر متعلق ليس بالمعتقدات ودين الآباء والأجداد وحسب بالنسبة لقريش، بل إن القبائل العربية كانت تجل وتحترم قريش لأن الحرم عندها، ولأن القصة مرتبطة بالتجارة، وكذلك موقع قريش متقدم بين القبائل. لذلك كانت المهمة الملقاة على النبي بعد البعثة كبيرة جدا، لأن هناك مصالح كبيرة مهددة لقريش في حال عبد الناس إلها واحدا. كانت قريش تعلم عن حادثة الفيل وأن للبيت ربا يحميه، لكن المصالح كانت كبيرة. كان داخل الكعبة 360 صنما، أي بعدد أيام السنة، وكان عندما يأتي الناس في موسم الحج لا يسمح أهل قريش للناس الطواف إلا في لباس معين كانوا يعدونه بأنفسهم، ومن لم يكن لديه نقود من العرب قادرا على شراء اللباس كانوا يجعلوه يطوف عاريا بدون ملابس، كنوع من إجبار القبائل العربية على شراء اللباس المعتمد للطواف. نجد من مجموعة هذه المصالح المشتركة أن دعوة النبي بعد البعثة ستكون صعبة جدا، وأن لقريش مصالح مادية ومعنوية لمعاداة رسالة التوحيد. ومن هنا نستطيع أن نقرأ سبب العداء الكبير الذي واجهه النبي الكريم في بداية الدعوة الإسلامية، وخاصة من كبار قادة قريش وأكثرهم مالا وجاها، ونستطيع أن نستشرف سبب الهجرة النبوية الشريفة التي جاءت بعد 13 عاما من دعوة النبي لأهل قريش وعشيرته الأقربين، ولكن بدون نتائج حقيقية على الأرض.